أعزائي المتعلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث خلال هذه الحصة بحول الله عن الوحدة، على كل ما يجب معرفته بالنسبة للوحدة الأولى التناقص الإشعاعي، للجزء الثاني التحولات النووية لمادة الفيزياء. سنفتتح هذه الحصة بحول الله بعرض المحاور الأساسية للدرس. بالنسبة للمحور الأول سنتحدث عن تركيب النواة، ثم بالنسبة للمحور الثاني سنعرف ماذا نعني بالنظائر، ثم سنتحدث عن النشاط الإشعاعي في المحور الثالث، ثم في المحور الرابع سنتحدث عن قانون صودي أو قانون انحفاض، ثم في المحور الخامس سنتحدث على أنواع الأنشطة الإشعاعية، ثم في المحور السادس سنتحدث عن قانون التناقص الإشعاعي، ثم في المحور الموالي سنتحدث عن ثابتة الزمن طو، ثم عن عمر النصف تي أندومي، ثم في المحور الآخر سنتحدث عن نشاط عينة مشعة، ثم سنعرف ماذا نعني بالفصيلة المشعة. إذن بالنسبة للمحور الأول تركيب النواة، يعني يجب معرفة مما تتكون نواة ذرة أو عنصر كيميائي معين، بحيث نعلم أن نرمز لنواة عنصر كيميائي بإكس أزيد، بحيث A يمثل عدد النويات أي عدد البروتونات زائد عدد النوترونات، والزيد يمثل عدد البروتونات. إذن من خلال رمز العنصر الكيميائي نستنتج عدد النويات ونستنتج عدد البروتونات، ومن خلال علاقة العامة A تساوي الزيد زائد N أي عدد النويات يساوي عدد البروتونات زائد عدد النوترونات نستخرج عدد النوترونات. بالنسبة للمحور الثاني ماذا نعني بالنظائر؟ إذن هي نويدات لها نفس عدد البروتونات الزيد وتختلف من حيث عدد النوترونات. بما أنها تختلف من حيث عدد النوترونات أي أنها تختلف من حيث عدد النويات كذلك. سنعطي بعض الأمثلة، مثلا نظائر عنصر الكربون وهي C12-6 C13-6 C14-6، كذلك نظائر عنصر الهيدروجين مثلا ونظائر عنصر الكلور. هناك عدد مجموعة من النظائر، إذا هذو بعض الأمثلة توضيحية فقط. بالنسبة للمحور الثالث النشاط الإشعاعي، إذن هو تحول نووي طبيعي تلقائي عشوائي وحتمي، تتحول خلاله نواة غير مستقرة نسميها بنواة مشعة إلى نواة متولدة تكون أكثر استقرار مع انبعاث دقيقة أو عدة دقائق نسميها بالإشعاعات النشطة. بحيث بصفة عامة لكي نعبر عن معادلة تحول نووي نستعمل المعادلة التالية: X1Z1 أي النواة الأصلية الغير مستقرة تتعرض للتفتت لتعطي نواة متولدة نرمز لها بـ Y2Z2 زائد فقدان دقيقة أو انبعاث دقيقة نرمز لها بـ Z3. إذن كما ذكرنا أن X تمثل رمز النواة الأصلية، Y يمثل رمز النواة المتولدة، والZ يمثل رمز الدقيقة المنبعثة. الآن سنمر إلى المحور الرابع أي قانون صودي أو قانون الانحفاض. مثلا إذا قبل أن نتحدث على كيفية ماذا نعني بالانحفاض، إذن هو
قانون صودي هو خلال التحولات النووية تنحفظ الشحنة الكهربائية الزد وكذلك عدد النويات أو ما نسميه بعدد الكتلة A. سنعطي مثال توضيحي. مثلا إذا تم اعتبار التحول النووي التالي، فإن حسب قانون صودي فإن عدد النويات بالنسبة للمتفاعلات سيكون يساوي عدد النويات بالنسبة للنواتج. بالنسبة للتفتتات فإن عدد النويات بالنسبة للنواة الأصلية سيكون يساوي عدد النويات بالنسبة للنواة المتولدة زائد عدد النويات بالنسبة للدقيقة المنبعدة. نفس الشيء بالنسبة لانحفاظ عدد الشحنة، فإن عدد شحن النواة الأصلية سيكون يساوي مجموع عدد نويات النواة المتولدة إضافة إلى عدد شحن الدقيقة المنبعدة. سنمر الآن إلى المحور الموالي، الأنشطة الإشعاعية. هنا سنتحدث على أربعة أنواع للأنشطة الإشعاعية. بالنسبة للنشاط الأول وما نسميه بالنشاط الإشعاعي ألفا، فهو تفتت طبيعي تتحول خلاله نواة أصلية نرمز لها مثلا بـ XAZ إلى نواة متولدة Y-4Z-2 مع انبعاث نواة الهيليوم HE42 التي تسمى دقيقة ألفا، ونعبر عنه بالمعادلة التالية: XAZ كنواة أصلية تعطي كنواة متولدة Y-4Z-2 مع انبعاث نواة الهيليوم أو دقيقة ألفا. النوع الثاني هو النشاط الإشعاعي بطموة. إذا نفس هو تفتت طبيعي تتحول خلاله نواة أصلية XAZ إلى نواة متولدة YAZ-1 مع انبعاث إلكترون نرمز له بـ E0-1 نسميه دقيقة بطموة، ونعبر عنه كذلك بالمعادلة XAZ كتعطينا كنواة متولدة YAZ-1 زائد انبعاث إلكترون E0-1. بالنسبة للنوع الثالث وهو النشاط الإشعاعي بيتا بليس، هو كذلك تفتت طبيعي تتحول خلاله نواة أصلية XAZ إلى نواة متولدة YAZ-1 مع انبعاث بوزيترون E0-1 نسميه دقيقة بيتا بليس. كذلك نعبر عنه بالمعادلة XAZ كتعطينا كنواة متولدة YAZ-1 مع انبعاث الدقيقة بطموة أي البوزيترون E0-1. بالنسبة للنشاط الأخير وهو النشاط الإشعاعي جاما، بالنسبة لهذا النشاط فهو نشاط يصاحب الأنشطة السابقة، بحيث هو انبعاث موجات يكون على شكل موجات كهرومغناطيسية من نويدة متولدة مثارة غير مستقرة ونرمز لها بـ YAZ-1. يعني عندما تتعرض أي نواة أصلية XAZ لنشاط إشعاعي إما ألفا أو بيتا موا أو بيتا بليس يمكن أن تعطي نواة مثارة أي تكون غير مستقرة. إذن هذه النواة الغير مستقرة أو المثارة تفقد الإثارة لتعطي نواة أكثر استقرار مع انبعاث النشاط الإشعاعي جاما، كما إذا نعبر عنها بالمعادلة YAZ-1 أي نواة المتولدة المثارة تعطي نواة متولدة مستقرة YAZ مع انبعاث الدقيقة جاما. بالنسبة للمحور الموالي قانون التناقص الإشعاعي، بالنسبة لقانون التناقص الإشعاعي فهو ظاهرة عشوائية لا يمكن التنبؤ بلحظة حدوثها
ولا يمكن التحكم فيها بحيث نعبر عنه بالعلاقة ان دو تي تساوي ان زيرو اكسبونونسيال ناقص لاندا دو تي بحيث ان يمثل عدد النويات المتبقية عند اللحظة تي اي التي لم تتعرض للتفتت بعد ثم ان زيرو هي عدد النويات البدئية عند اللحظة تي زيرو ثم لاندا نعني بها الثابتة اشعاعية تميز النويدة المشعة كما يطلب كذلك أن نبين أن إن دو تي تساوي إن زيرو إكسبونونسيال ناقص لاندا دو تي إذن للتحول من قانون تناقص الإشعاعي إلى هذه العلاقة نعلم العلاقة بين كمية المادة وعدد الدقائق وثابتة أفوغادرو أي إن كمية المادة تساوي عدد الدقائق على ثابتة أفوغادرو نعوض في قانون تناقص الإشعاعي لنحصل على قانون تناقص الإشعاعي بدلالة كمية المادة كذلك يمكن أن نحصل على قانون تناقص الإشعاعي بدلالة الكتلة وذلك نعلم أن كمية المادة تساوي الكتلة على الكتلة المولية بالنسبة لهذا يعطى فقط بالنسبة للعلوم الرياضية أو العلوم الفيزيائية فقط الآن سنمر للمحور الموالي وهو ثابتة الزمن طو بالنسبة لثابتة الزمن طو نعني بها مقلوب الثابتة الإشعاعية لندا بحيث نعبر عن ثابتة الزمن طو بالسيكوند ونعبر عن ثابتة الإشعاعية بالسيكوند موانزة مبيانيا نحدد ثابتة الزمن بخط المماسي للمنحنى عند اللحظة تي تساوي صفر بحيث سنلاحظ بأن المماسي يتقاطع مع محور الزمن في نقطة هذه النقطة تمثل ثابتة الزمن تو بالنسبة للمحور الموالي عمر النصف الذي نرمز له ب أندومي وهو يمثل المدة الزمنية اللازمة لتفتت نصف نواة العينة بحيث نعبر عنه بالعلاقة تي أندومي تساوي إلين دو على لندا أو يساوي الطول لأن الطول تساوي واحد على لندا إلين دو بحيث نحدده مبيانيا كما معرف في التعريف فهو يقابل يعني المدة الزمنية لتفتت نصف العينة البدئية إذن نبحث عن نصف العينة قيمة نصف العينة البدئية أي إن زيرو على جوج ثم نسقطها على المحور نقطة تقاطع هذه مع المحور نسقطها على محور الزمن لنحصل على عمر النصف تي أندومي بالنسبة للعلاقة تي أندومي إلين دو سيغلاندا يطلب منا أن نجدها إذن للبرهنة عليها سننطلق من خلال التعريف أن عند اللحظة تي تساوي تي أندومي يكون عدد النواة المتبقية يساوي إن زيرو على دو نعوض في قانون تناقص الإشعاعي إذن سنجد أن عند إن عدد النواة المتبقية عند تي أندومي يساوي إن زيرو إكسبونونسيال ناقص لندا تي أندومي نعوض إن تي أندومي بإن زيرو على دو إذن سنحصل على العلاقة إن زيرو على دو تساوي إن زيرو إكسبونونسيال ناقص لندا تي أندومي سنختزل بإن زيرو لنحصل على واحد على جوج تساوي إكسبونونسيال ناقص لندا تي أندومي ندخل إلين لإزالة الإكسبونونسيال إذن فنجد أن ناقص لندا تي أندومي تساوي إلين واحد على جوج أي تي أندومي تساوي إلين جوج على لندا وبالتالي سنجد أن تي أندومي يساوي إلين جوج على لندا يساوي طو ثابتة الزمن في إلين جوج بالنسبة للمحور الموالي أي نشاط عينة مشعة أو ما نسميه بالنشاط الإشعاعي فهو يمثل عدد التفتتات في وحدة الزمن بحيث يساوي A نرمز له بA
يساوي ناقص دي دو ان على دي دو تي، اي مشتقه التناقص الاشعاعي بالنسبه للزمن. اذا باشتقاق قيم تعبير التناقص الاشعاعي سنحصل على ان النشاط الاشعاعي ا دو تي يساوي لندا في ان، اي لندا ثابته الاشعاعيه في ان تعبير التناقص الاشعاعي، لنحصل على يكتب كذلك على شكل ا0 اكسبوننسيال ناقص لندا دو تي، بحيث ا0 أي النشاط الإشعاعي عند اللحظة T تساوي صفر سيساوي لندا في N0، أي عدد النواة عند اللحظة T تساوي صفر. ثم بحيث النشاط الإشعاعي نعبر عنه بالوحدة بكيريل، بحيث واحد بكيريل يمثل دائما تفتت واحد خلال ثانية. بالنسبة للمحور الأخير الفصيلة المشعة، إذن هي مجموعة من النواة الناتجة عن تفتتات متسلسلة لنواة أصل. ماذا نعني بمجموعة من النواة؟ أي تكون مثلا لدينا نواة غير مستقرة تتعرض لنشاط إشعاعي معين لتعطي نواة متولدة. هذه النواة المتولدة يمكن أن تكون كذلك غير مستقرة، إذن ستتعرض للتفتت لتعطي نواة أخرى. يمكن كذلك أن تكون هذه النواة المتولدة غير مستقرة، هكذا حتى نحصل على نواة أكثر استقرار. إذن هذه المجموعة من النواة من النواة الناتجة عن نواة الأصلية نسميها بالفصيلة المشعة. هذا ما لدينا خلال هذه الحصة، أتمنى أن يكون الجميع بخير وإلى فرصة قادمة بحول الله.